السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة حلويات النجوم. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معنا نحضروا مملحات، وهي سيجار بالكبدة ديال الدجاج والخضر. كيجيو رائعين وكيجيو لذاذ، كنتمنى تجربوهم. كنتمنى ايضا اذا عجبتكم الحلقة اليوم ما تنساوش تعملوا لنا الاعجاب، وايضا المشاركة للفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وايضا المشاركة في قناة حلويات النجوم. والان خليكم مع الطريقة ديال التحضير. بالنسبة للمقادير كنحتاجوا واحد البصلة كبيرة تكون مقطعة مربعات اذا صغار، كنحتاج واحد الفلفله حمراء ايضا مقطعه مربعات صغار، كنحتاج شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال المعدنوس مقصص رقيق، كنحتاج واحد 3 ولا 4 ديال الجزر يكون محكوك هيدايا رقيق، كنحتاج نص كيلو ديال الكبده ديال الدجاج. من بعد ما كنكونوا نقيناها وغسلناها كنقطعوها طريفات، كنحتاج ايضا الورقه ديال الباستيله، وكنحتاج الزيت النباتيه. والان خليكم مع الطريقه ديال التحضير. كيف كتشوفوا معايا كنعملوا المقله، كنضيفوا شويه ديال الزيت، كنعملوا البصله، فلفل، كنخليهم فوق العافيه تكون مهيله، كنخليهم حتى كيتشحروا مزيان. كيف كتشوفوا معايا بعد ما تشحرت مزيان البصله والفلفل، الان كنضيفوا الجزر، كنضيفوا ايضا الكبده ديال الدجاج، كنعملوا شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، والان كنحركو مزيان وكنخليو كلشي يتشحر مزيان مع بعضيتو. كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طاب كلشي في الاخر كنضيفو المعدنوس، من بعد كنخلطو مزيان وكنخليوها حتى كتبرد عاد كنستعملوها. كيف كتشوفوا معايا من بعد ما بردت الكبده مزيان ضروري خصنا نخليوها حتى تبرد لان باش ما تقطعش لينا الورقه، وكنحتاجوا ايضا الزبده مذوبه. الان نبداو بالطريقه ديال التحضير. كناخذوا الورقه من بعد ما قطعنا على هذا الشكل، هذا كندهنوها مزيان بالزبده، كناخدو شويه ديال الكبده مع الخضر، كتشوفوا الان كنلفو من الجناب الورقه على هذا الشكل، هذا كندهنو ايضا بالزبده، من بعد كنبقاو نلويو على الطريقه ديال السيجار، على شكل السيجار كتشوفوا معايا. بلا ما كنعمل لهم الدقيق باش كنلصق الورقه لان غندخلوهم الفران، فكنخليهم هيدا. هنا كندهن بالزبده مزيان وكنعملوها مباشره في اللاطه اللي غتدخل الفران. كنبداو مرة ثانية، كناخدو الورقة كندهنوها بالزبدة مزيان، كناخدو شوية ديال الكبدة مع الخضر، من بعد كنطويو الورقه من الجناب على هذا الشكل، هذا من بعد كندهنو ايضا بالزبده مذوبه، من
بعد كنلوهو على شكل سيجار كيف كتشوفوا معايا. كندهنوها بالزبده. الان كيف كتشوفوا معايا من بعد ما كملتهم كندخلهم الفران حتى كيتحمروا، من بعد كنخرجهم. كتشوفوا معانا من بعد ما تحمروا كنخرجهم مباشره من الفران، صراحه كيجيو رائعين. كنتمنى إذا عجبتكم الحلقة اليوم تعملينا الإعجاب وأيضا المشاركة لكم في قناة حلويات النجوم، والآن خليكم على خير، بسلام عليكم.